الاعمال الضروري والاختياري. فما شكون يقول لك لا، انا انسان تقليدي في مخي، تقليدي في نظامي اليومي، نحب نحافظ على عاداتي وتقاليد العاديه، ما نحبش ننخرط في هذه الموجه اللي هي العولمه افكتيمون و استعمارنا من خلال التكنولوجيا قلت عولمه هي فوالا فجعتني معناها بوخ اون فوا قلت صحيح خفت له. واحد ولا شي خايف نجله بحذاه effectivement. دونك اليوم نحكيو على التكنولوجيا الحديثه، نحكيو على معناها موجه كامله، معناها في وقت قصير كساحه عالم كامل عالم كاجمع، ونحنا مفروض علينا كونا نتبعوا التيار هذايا، ما نقعدوش مؤخرين بتواني باش ما نتحطوش في خانه كونا كيف الفيروس كي نحطوه ميزا لا كارونتين. دونك هذايا لم ينخرط في الحياه العاديه، دونك يتحط على جنب. دونك كل ما هو غير حديث دونك يستثنى من العالم ككل، ونحن بيان سور اذا فما دوله استثنت من العالم فلن تنمو الدوله هذه، معناها باش يكون عندها تبعات سلبيه وسلبيه جدا اقتصاديا اجتماعيا، معناها تقولش عليك انت نحيتها بطريقه اخرى من خارطه العالم تو سامبلومون. دونك هذاك علاش يقول لك لا، راهو هو استعمالنا راهو ضروري ماهوش اختياري. وفما اللي يقول لك لا انا عندي الاختيار كيف ما نحب نستعملها، كيف نجم كيف ما نحب ما نستعملهاش. كيف يقول لك الانسان صاحب المهنه التقليديه يقول لك انا ورثت مهنه هذيا ابا عن جد ما نحبش، نحب نحافظ عليها كيف ما هي، نحب نحافظ على صنعه اليدين، ما نحبش ندخل فيها التكنولوجيا الحديثه، وما نحبهاش تولي حاجه ستاندار كيف ما اي صنحه اخرى. دوك نجنش هنا الموازنه ما بين العالمي والخصوصي ديما نقولوها هذايا، راهو عندنا ما هو عالمي وعندنا ما هو خصوصي نتاعك نتاع جذورك نتاع اصلك. صحيح انت اخترت مهنه مثلا اخترت المهنه التقليديه كمثال، ايه لهنا ايه احنا معاك اخدم باليد وحافظ على المهنه التقليديه وحافظ على خصوصيتها وحافظ على طابعها وحافظ عليها، خاطر هذيك تساوي الطابع التونسي تساوي الطابع التقليدي هذيك اللي تميزك انت على جيرانك الكل، على الجزائر وعلى المغرب وعلى العالم العربي وعلى العالم الغربي. لكن تحتاج التقنيات الحديثه في تسويقها في صناعتها، خليها باصولها واصلها ونقولوا احنا نقشه حديده صحيح معناها ديامونت جوهره، لكن راك باش تحتاج العولمه. احنا نقولوها ديجا الحاجه القطعه اللي معموله باليد حاجه فوندو نقشه حديده ديما حاجات نتاعنا. مثالش احنا معاك وذيك نحبوا عليه احنا موروثنا، خاطر موروثنا وخاطر الصناعات التقليديه بصفه عامه ماشيه وتندثر وقاعدين نخافوا عليها. لكن في نفس الوقت استغل ما هو حديث وانخرط في العالم وسوق لاسواق ماكش محتاج باش تهز انت توا كل منتوجاتك وترسلك تسافر تقول ما عنديش انا باش نسافر، وكل تكلفه هذيك نتاع السفر والتعريف بالمنتوج في دول اجنبيه او دول شقيقه نجم تقوم بها توا باستغلال التقنيه الحديثه ومواقع التواصل الاجتماعي واللي تحب انت. احنا حتى في الصوره او هاو معنا دي جون ومعنا ستاف تكنيك الصوره احنا نعرفوا كيفاش نخدموها باش نوصلوا بها الارتيكل نتاعنا او القطعه نتاعنا في ابهى حله في أجمل منظر باش تقنع بها المشتري اللي نجم يكون في أي دولة في العالم. هذا هو ان فان كونت المغزى من الحديث، اللي هو اوكي تحافظ على الكوتي التقليدي نتاعك وهذا مهم ومهم جدا، على خاطر هذايا ما ينجم يكون كان جاي من 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 موروثنا من 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 تقاليدنا من عاداتنا اتسيتيرا، ولكن راهو زاده مهم جدا كون اليوم اسلوب الحداثه يدخل غير حتى للتسويق لمثل هذه المنتوجات اللي هي ساعات تكون معناها حتى التكلفه نتاعها معناها أقل من اللي أقل. أنت تتنقل وتسافر هذا هو. يقول لنا سيد المخرج معنا مكالمة هاتفية نستقبلوها مع بعضنا. لو عسلمة عسلمة أخت سنيا، مرحبا بيك لله خلود، شنو أحوالك؟ الحمد لله شكرا على التدخل متاعك. دونك اليوم أكيد عندك ما تحكي في كل ما يخص التكنولوجيا الحديثة بين الاستعمال الضروري والاختياري. ألو، هو راهو ثم حاجات في لي ريزو سوسيو في مواقع التواصل الاجتماعي حاجات نشوفوها باهيه وتعمل سكسي، وثم برشا دي جون قاعدين يعملوا قاعدين يوريو في بلايص في بلادنا بلايص هايله وقاعدين يسوقوا للتوانسه. وثم في الطاقه السلبيه انه المواقع يستعملوهم لعمليات التحيل والغش.
voilà, oui, l'ébtisez, ou التنمر وغيرها, effectivement. وزاد كيف كيف ما يخفيش علينا, ساعات نلقاو يعني ثمت يعني فبركو التصاور ماهو لزمو هذه ظاهرة السنوات الأخيرة قاعدة تتفاقم, وكيف كيف زاد الطاقة الإيجابية من هذه كل راو ثم طاقة إيجابية طاقة سلبية ثم طاقة إيجابية قاعدين نشوف في بلايص ما كناش نعرفوهم في بلادنا وديجون قاعدين يوريو فيهم وثم ما قول لزمو عبيد تحب توسخ المواقع التواصل الاجتماعي وتوسخ الصورة اللي قاعدة تتسوق له بالتحايل والابتزاز والتهديد ولخ ولخ معناتها دونك علاش احنا ما نحافظوش حتى ريزو سوسيو نشوف عليه ابتزاز وعمليه تحايل دونك هوني احنا في بلاد العالم في مصر قاعدين نوريو في بلايص باهيه وقليل ما نسمع عمليه تحايل في مصر اما في بلادنا ماهو لزمو مش كلنا قاعدين نستعملوا في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه ايجابيه بطريقه ايجابيه قاعدين نستعملوا بطريقه سلبيه علاش ما نبعدوش على بعيد احنا باغزوم في كيف ما الانستغرام في حاجات باهيه وحاجات سلبيه علاش الانستغرام في تونس ما ردهوش ايجابي بكله ولو التحايل والا الابتزاز ما يدومش عنده نهايه في الاخر والطاقات الايجابيه ديما عندها نهايه سعيده وحلوه وما تكونش لها نهايه الطاقه الايجابيه ديما موجوده اتمهم واما الطاقه السلبيه راهي لو بد باش يجي نهار وتكون لها نهايه واضح دونك يعطيك الصحة مدام خلود دونك ظهر الرأي متاعك ماشي في نفس التمشي دونك هي مبدأ الاستوجيه الاستعمال الأمل للأجهزة الحديثة يقولك فما سلبي وفما إيجابي ولكن احنا علاش ليك بلد ما نحاولوش نطمعوا كونوا استعمالاتنا تكون استعمالات موجهة للمنحة الإيجابي وخاصة من وعطات مثال هو الترويج السياحي للبلاد التونسية دونك هذا هو كل واحد بيصيغ قناعاته فما شكون يقول لك لا انا راها مضره وقتاش وقت اللي انت تسمح لروحك كولي بتاتخ تعطي لصغيرك السلاح هذايا بين يديه من غير ما يقع عمليه وقائيه او تحسيسيه للتوجيه الاستعمال يقول لك صغير تحط ما بين يديه تليفون والا تابلت وتخليه قاعد وحده يبحر في حاجات ويبحر ما في مواقع التواصل الاجتماعي من غير لا رقابة ومن غير لا توعية للصغير هذاك دونك ينجم افكتيفمون يكون استعماله مش بالضرورة إيجابي فأكيد باش يطغى عليه السلبي أكثر من إيجابي خاصة اللي نحن نكونوا مانيش واعين بضرورة الأهمية بلوتو النصائح اللي تنجم تقدمها لصغيرك باش ينجم يتجاوز بتتخ مخاطر اللي نحن ما تظهرناش هما مخاطر ولكن هي تبدأ كيف نحن نقوله تراكمات معلومة من مشهد من فيديو من افكتيفمون يخلي كون الصغير يدخل في متاهات كبيرة من خلال التكنولوجيا الحديثة. محمد بالنسبة للحكاية للصغار باش ناخذوا مثال نحن للصغار نحن توا ديجا قاعدين نشوفوا في صغار نفس الشيء معناها كيما صغير ساعات صغير يستعمل لك تليفون اكثر من انسان بالغ معناها ما فماش فرق جمله حتى صغار زادا يوصلوا يدخلوا فلوس بالقدا زادا من حتى من تليفون من ابسط حاجه لقاو صغار على الاخر نحكيو كصغار صغار بالقدا في العمر وقاعدين يستعملوا في تليفون بي سي يفهم لك في التليفون شنو حتى في البارامتر نتاعو في كل شيء علاش خاطر كيما قلت من صناع المحتوى بركه قاعدين نحنا نلقاو في حاجات اخرى قاعدين يتعلموا اللي قاعدين يشوفوا فيهم من الستوريات من يشوفوا عبد يتبعوه يتغرموا به فمتني قاعدين بريسك نحن نقولوا يتبعوه ويتعلموا منه فك الحاجه هذيك معناها كيما نلقاو السلبيات زاد فما ايجابيات للصغار هذيك خاطر علاش تو قاعدين ماشيين نحن في مستقبل نتاع شنو مستقبل نتاع التكنولوجيا اذا كان هو من العمر هذيك هو يعرف بالكدا ويعرف يستعمل الحاجات هذيك في الاخر باش من بعد حتى في خدمته في قرايته في كل شيء باش تلقى حاجه سهله انا علاش قلت صغير كيما حكيتش على القرايه ليه هل في القرايه نحن قاعدين نتعلموا في التكنولوجيا الحديثه والا مازلنا نحن ببروجرام نتاع سبعينات وما قبل
effectivement donc l'anima التربويه او بلوتو الاليات البرامج التربويه او البرامج البيداغوجيه اسكو تستعمل في اليات التكنولوجيا الحديثه ام لا؟ فما اللي يستعمل، فما من يجتهد من المربين ويستعمل، وفما اللي مازال ما يستعملش على خاطر يقول لك انا على باس ديجا ما نعرفش نستعمل، فما بالك كيفاش باش نمرر المعلومه لديني جينيراسيون القدام. راني عندك ما تعلق؟ اي عندي ما نقول. احنا تحسنا سلطنا الضوء برشا على الانترنت. وقت اللي التكنولوجيا مش انترنت كهو، صحيح. كل ما هو مخترع، حاجه مخترعه جديده فادت، كيفاش باش نقولها، كل ما هو الكتروني مخترع نحسه تبع التكنولوجيا، هو اصلا كيف من هكاك. فما رمارك نتصور احنا باش نلاحظوها الكل، انه نصنعوا الحاجه وما نعرفوش كيفاش كيفاه يقع توظيفها. لا مش كيفاه يقع توظيفها، انه كيفاه مثال الانترنت. يعني ولينا الكل نستعملوا في الانترنت، لكن اوكي صنعناها ونستعملوا فيها، لكن مش عارفين تويك كيفاه نبعدوا عليها. هذاك اش حبيت نقول، انه ندخلوا في الحاجه مي ما نعرفوش من بعد كيفاش نخرجوا منها. تعرفش تعمل حدود للحاجه هذيك، لي ليميت، كرياسيون دي ليميت، وحتى كيف باش نحاولوا ما نجموش نخرجوا منها. واحنا نجموا احنا نختاروا استعمالاتنا ونختاروا فيش باش نواجهوها. حتى حد اليوم ما ينكر اللي التكنولوجيا عاونتنا باش نتواصلوا، باش نتناقشوا، نتبادلوا افكار وثقافات. بما معناه اللي اليوم تصير حاجة مثلا في اخر نقطة في العالم، انا كمستعملة للتليفون نسمع بها ونراها عبارة انا على عين المكان. effectivement وهذه حاجة بهي عملتها، معناها وصلت لها تكنولوجيا واحنا كيف باغ اكزومبل البارح الزلزال نتاع تركيا عشناه اول باول. دونك نحن صحيح نبعدوا على تركيا الاف والاف من الكيلومترات، ولكن عشنا بطريقه حينيه كل ما صار من خلال جوستمون الزلزال، وان شاء الله بيان سور يرحم كل موتانا، وان شاء الله يلقاو دونك نلقاو معناها تحت الانقاض ناس مازالت على قيد الحياه. يعني حبيت نقول اللي اليوم التكنولوجيا والا التقنية نجحت ونجمت أنها تحول العالم الكل قرية صغيرة وتضمن وحدة الممارسات الإنسانية الكونية. معناها عبارة مش ناس في تونس وناس من نعرشنا في اليابان، عبارة قاعدين نعيشوا في قرية واحدة متقاربين الناس الكل. effectivement دونك اون فان كونت يقول لك قصر المسافات اي، لكن معناها انا معاك نون، لكن زيدا مع رنيم فرد وقت، على خاطر اليوم السؤال يطرح نفسه اوكي انا عرفت وفهمت اما وتيرة المشاهد بتتر باغ اكزومبل اليوم بتاع الزلزال بتاع تركيا كيفاش نجم تأثر على بنادم، سورتو لي نحنا ساعات يقعوا تسويق مشاهد اللي هو معناها ممنوعه باش يشوفها باغ اكزومبل صغير اقل من 10 سنين ولا صغير اقل من 12 سنه. ولكن اليوم الحدود هذوما اللي سوبوزي اعلاميه نحنا نتلاولوها ماهيش ولا يقعوا تناولها في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك كيف ما يقع يكون الواقع نتاع بتدخل المعلومات تكون إيجابية عند عباد، ولكن نجم يكون وقحة سلون خصوصية الإنسان اللي قدامك يكون زادة سلبي. نجنش احنا هنا اللي نحب نقوله واللي ديما نعاوده كيما حكى محمد بكري على صانعي المحتوى. فما ناس ماهيش تصنع في المحتوى، هي عاتية محتوى بدون محتوى. هذي الاستعمال السلبي مثلا لمواقع التواصل الاجتماعي. ناس كما قال محمد ينجم يلقى العبد اللي يلوج على حاجة معينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يلقاها ويتبعها ويستفيد منها. كما كيف فما ناس قاعدة تقدم في محتوى بدون محتوى، بدون محتوى، بالعكس هو محتوى ضار، المحتوى سام، محتوى ينجم يزور الناس، ما عنده حتى قيمة، ما عندوش قيمة، أو العكس ينجم فما ناس تستغل مواقع التواصل الاجتماعي وزي اللي تو نحكي عليهم بعد في الجانب القانوني لنشر محتوى من شأنه المساس بهيئة أو جهة معينة أو شخص معين أو حتى أمن الدولة. effectivement دوك نمشي على حكي قاعد يصير effectivement في العالم أجمع، باش نمشي ونشوفوا اليوم نونش جابت لنا في فقرتنا عجيب وغرايب. عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. انا اليوم اخترت التصويره هذه اللي قاعدين تراو فيها توا على خاطر عجبتني وحسيتها معبره على الحاله نتاع الانسان اليوم. باهي اسف هنا ساعه نون خاطر اكيد السادة المستمعين الكل ما همش قاعدين، اكيد الكل ما بين الاستعمال الاختياري والضروري للتكنولوجيا الحديثه. هي تصويره وتعبير مجازي اون بين بو
قاعد هو ولده وبيناتهم هكا كل حاجز اللي هو تليفون. أوكي. وام قاعده هي وبنتها وبيناتهم كيف كيف تليفون. ومراه هي ورجلها حتى في بيت النوم بيناتهم تليفون. فوالا محلاها التصويره. عجبتني برشا وقاعده معناها تصويره معبره وصحيح معناها معناها صوره مجازيه اما تعبر على الحاله اللي وصلنا لها اليوم. افكتيفمون اللي نحن قاعدين مع بعضنا اما مانيش مع بعضنا، اللي نحن فرد دار اما رانا مانيش مع بعضنا، اللي على فرد طاوله اما مانيش مع بعضنا، في عرس لكن مانيش مع بعضنا، ما عرفش انا في اي بلاصه تصوروها في بالك لكن مانيش مع بعضنا ديما ببيناتنا، ولا فما حاجه اسمها جدار افتراضي اللي هو التكنولوجيا الحديثه. تصويرة تورينا الحالة الاختيارة اللي وصل لها العالم الكل اليوم. تكنولوجيا قاعدة تفرق فينا وتبعد فينا على كل حاجة نحبوها. بدأ مستعملين هيش مدروسة تدريجيا على الطبقة الواقعية والطبيعية متاعنا. ولينا نعيشوا في الأوهام هيربين من الحقيقة والواقع. طبعا فما كاتيجوري كبيرة من الناس تلتجئ للتكنولوجيا باش ترى الحاجات اللي هي تحب تراها على خطر الواقع يبدا مش عاجبه، على خطر عنده مشاكل، على خطر اي حاجه يلتجئ للتكنولوجيا باش يرى حاجات هو يحب يراها، باش يرى من عرش نتصور مزيانين بلايص مزيانين، باش يرى حاجات هو يختار يراها ولا. مش حاجات مفروض عليه. اي وزاد هروب من الواقع اللي هو فيه. اي اي التكنولوجيا قاعده تقدم لنا في اللي احنا نحبوا نشوفوه مش اللي مفروض علينا، اللي فرضوا الواقع علينا. اي دوك كيف ما قلنا دوك هروب من الواقع اللي انت فيه، تحب تمشي للبلايص اللي في الخيال نتاعك، ماذا بيك لو كان في الوقت هذاك تكون انت فيها. دوك انت ماكش راضي ديجا على نفسك، ماكش راضي على البلاصه اللي انت فيها، ماكش راضي على الانسان اللي بحذاك، دوك تبحر افتراضيا باش تشوف المثاليه في بلايص اخرى. وهذا اللي نقصد به عجيب وغريب. اليوم غريبه وين وصلنا، غريبه كيفاه ولينا نعيشوا، غريبه كيفاه ولينا نتلموا مع بعضنا جامه بلاش روح. ما عادش تلقى عائله ملموم على فرد طاوله، وحتى كيف تلقى كل حد غاطس في تليفونه. أي؟ ما نحسوا بالخطر اللي احنا فيه كان ما يفوت الفوت، الوقت يمشي وما يستناش. ماذا بيا معناها كان نقول للناس اقعدوا مع بعضكم، اقربوا من صغاركم من عائلتكم، تعرفوا قيمة الوقت اللي نضيعوا فيه بلاش فايدة. خطر ساعات نشدوا تليفون على درج. أي؟ يولي نص ساعة، يولي ساعة، يولي ساعتين، وقت أيوة. قاعد يمشي هكيكة واحنا ما نش عارفين بقيمته. أي؟ غريبة كيفاه ولا تليفون سبب في تفريق عائلة كاملة وتشتيتهم بسبب سوء الاستعمال. غريبة كيفاه نجمنا ننسيو أصلنا وقيمتنا وقيمة الإنسان في حياتنا، واخترنا ننعزلوا ونتقوقعوا على رواحنا ونصدوا الإنسان ونرفضوه كي نختاروا تكنولوجيا على حساب الأشخاص. تصويرة نجم تتكلم وحدها وتوريك حتى وإحنا قراب وفرد دار وتحت سقف واحد قديش نبعد روحيا. إفكتيفمون دونك انقطعت علاقاتنا الحقيقية وقعدنا نجري وراء العلاقات الافتراضية، وهذه هي فقرتنا عجيب وغرايب مع نور التونسي. عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. هاي سي محمد تعليقك على العجيب وغرايب. والله هي فازة ضحك على الأخ. هذه هي بيه. نحن نتعدوا التصويره هذه الكل. أي. تصويره شفنا نحن تصويره معبره. اما كيفاش تخدمت التصويره هذا؟ كيفاش معناها باش تلقى دي لوجيسيل تستعملوهم باش يخدموا لك تصويره كيما هاك. معناها ناس عبرت على الواقع، هذه الفازه اللي ضحكتني. عبرت على الواقع وضحنا التليفون وعاملينهم وهما خدمينهم بالحاجات هذيك. ناس قاعده وصلت البلايص معينه بالتكنولوجيا وناس ما نجمتش حتى تخرج من اللي هي فيه. معناها انا عباره ننقد في واحد وانا لابس كيفه، ولو لبستك مخيبه وانا لابس كيفه. اي اما هو لبسته مخيبه، اما انت كي لابس عرف يلبس، لكن انت لابس كيفه على خاطر قلدت فيه مش على خاطر انت جبت اللبس. فوالا هذيا فتتك يا محمد. نرجع الموضوع نرجع كنا سكرنا البرنامج يعني. effectivement donc نجنج تعليقك على عجيب وغرايب اللي هو en fin de compte في صلب موضوعنا. انا اللي عجبني في عجيب وغرايب اللي عجبني فيها اللي فكرتني في ممرا كبير كي يدخلوا العائله نتاعها تجيب لهم كربي وتحطوا لكلكم تليفوناتكم في الكربي. ايوا انتم جايين باش تحكيوا معايا مش تقولوا لي جينا نطلوا عليك يا على اولادها واحفادها. وفي الاخر كل حد باش يشد قدامه شاشه ويقعد يحكي معاها. ايوا انا يا خويا جيتوا تحبوا تحكيوا معايا، الناس الكل لما لهم تليفوناتهم تحطها عندها للي تكمل الزياره للي يحكيوا. اصلا هما لقاو رواحهم الطريقه اللي تضحك يحكيوا مع بعضهم. خاطر راي فما ناس اكتشفت قاعده فرد دار تحكي هي وتحيه لها صمتي لمحاله تحكي هي وولدها وينكتوا يضحكوا لكنهم الجوز يحكيوا بار فيسبوك. المره
اللي صارت هذيك وقت الانترنت أي. في فيسبوك وانستغرام العائلة قعدت مع بعضها وحكيوا يهبط وقتها في دي ستاتيو في فيسبوك معناها متاع ضحك وكل الله قاعد مع عائلتي يظهروا ناس محليهم وناس مليحهم يكتشفوا في بعضهم من داخل حقيقه اي بيصير هو هي توجع هي يبكي هي هذوما يسميهم من المضحكات المبكيات افكتيفمون كان تذكروا زاد حتى كان سادة مستمعيني اكيد لاحظوا فما مره من المرات وقع تداول فيديو برشا دار على مواقع التواصل الاجتماعي اللي الطفل الصغير قاعد في الصالة متاع دارهم وشد التابلت بين يديه على ما هو مركز في التابلت أم وبوه جاوا بحذاه بدلوا الديكور متاع الصالة وقت اللي عيطوا له هز راسه يسخر روحه دراوين تلمو هو تصور في نفس البلاصة ما عرفش دارهم تبدلت كلكو ديتاي دوك يسخر روحه مشى لبلاصة أخرى لقوا هو قاعد في نفس الدار باش نوريه ويفكتيفمو تأثير السلبي الاستعمال السلبي للتكنولوجيا الحديثة الوين ينجم يوصل كيف ما زاد التكنولوجيات الحديثة ترتقي بها توصلنا إلى الإيجابي دكتور تبارك الله المبدع محمد سيف الدين بولعريس كان الناس اللي تنجموا تتفرجوا في الفيديوهات متاعنا على صفحتنا الفيسبوك الاسباس الحياة فام تتلقاو كيفاش توا مازال كعمل بالتكنولوجيا الحديثة محمد سيف الدين بولعريس عملنا أفيش للموضوع متاع حصتنا اللي هو فيه ما بين الاستعمال الإيجابي والسلبي للتكنولوجيا الحديثة اليوم كانت معناش يمكن بتتخ تنجموا تأكدون الموضوع أم لا أما اليوم من خلال التكنولوجيا الحديثة أول ولادة طفل من 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 دكتور دونك تونسي الأم دونك معناها elle était en période de ménopause دونك ما عاش عندها الإمكانية عضوية باش تجيب صغيرات ولكن باستعمال التكنولوجيا الحديثة معناها وقع معناها نجمت جوستمون تتخطى المشكل العضوي اللي عندها والأم دونك كان عندها جنين في الكرش متاعها واليوم وقع ولادته من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة قاعد أخبر لمحالة قاعد يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيحه أو لنفيه ولكن حبينا نقوله حتى في مجال الطب راهو وقع استعمال التكنولوجيا الحديثة بالطريقة اللي تسهل برشا حاجات على الإنسان اليوم برشا عمليات من خلال الروبوات قاعدة تتعمل اللي هما عمليات حساسة سيختو كي نحكيو على عمليات على الأعصاب أو على الدماغ أو على أعضاء اللي بتتخ باليد معناها العادية ما نجموش نوصلو بك الدقة هذيك وبكل وبالسرعة الزمنية باش نجمو ان ننقذوا حياة متاع عباد وعباد كبار ومعناها وعباد معناها نومبر متاعهم يمكن بتتخ ما نجموش اليوم نعدوه في خلال كي نحكي ونحكيو على لي كاتر كوان دو موند معناها نحكيو على أنحاء العالم الكل بأجمعها اليوم نتصوروا الطب زاد تطور برشا من خلال التكنولوجيا الحديثة اليوم زاد كل ما عنده علاقة بالأقمار الصناعية باكتشاف الفضاء باكتشافات عديدة وعديدة جدا الكورونا وما أدرك ما الكورونا دو كيفاش وقع اكتشاف هذا الفيروس وكيفاش لقينا له الفاكسان وكيفاش لقينا الحلول باش نجموا نتجاوزوا الجائحة هذه الكل دونك أكيد التكنولوجيا الحديثة عندها ما تقول في الموضوع هذه دونك اليوم زاد كيف في الدراسات الحديثة في لي ريغيرش دي لابوراتوار سيانتيفيك في الأدوية بتيتر في برشا أمراض فيكتيمون اللي هما يعتبروا دي مالادي تري غار معناها ما تلقاها مش معروفين برشا الأمراض هذوما ولكن يقعوا اكتشافهم واكتشاف جوستمون الأدوية متاعهم من خلال التكنولوجيا الحديثة واستعمال تقنيات حديثة نجنش كما قلت أنت حبيت نواصل في نفس الإطار متاعك اللي احنا على المستوى خاصة الصحي نلقاو عمليات اللي تتم مع أديستانس تتم بالتنسيق تتم باستعمال التقنيات الحديثة اللي هي ناجحة اللي ساعدتنا في حماية البشرية وفي النهوض بها احنا كانت تتفكر فترة التسعينات تطلع ما يسمى طفل الأنبوب ولات حاجة جديدة حاجة داخلة في المجتمع التونسي حاجة ناس بيتا ناس فاهمة ناس مشي فاهمة وذلك هو نتيجة التطور التقني واحنا ماشيين وقدموا ماشيين ونتطور راهو التطور التقني راه نجمو نستخدمه في كل شيء كان رينا
في الفلاحة كيفاش الآلة اللي تقول بعملية الجني للزيتون واللي هي موجودة في العالم الكل ودخلت لتونس وموجود منها اللي هي من التقنيات الحديثة. معناها راهي التقنيات الحديثة راهي تنجم تشمل جميع مجالات الحياة وترتقي بها وتقدم بها تربحك وقت وتربحك تكلفة وتربحك من كاليتي الجودة ونقدمه رانا كنحبه نقدمه بها نقدمه فوالا. اليوم رانيم بتتخ كان نرجع لك من خلال دوك فقرة عجيب وغرايب نحكي واليوم جستمو على التكنولوجيا الحديثة اللي قاعدة معناها بصفة أو بأخرى هو أنفان تكون تفرق جستمو في التواصل بين العائلات، ولكن نلقاوها زادة تقرب في المسافات ما بين العائلات. اليوم ما عادش فمك الإشكالية متاع نتواصل مع صغيري هو موجود في بلاد تبعد عليا، معناها قارات وقارات. اليوم ولينا معناها الاتصالات معناها التواصل معناها ما بين الأقارب اللي هما يسكنوا في بلدان بعيدة على بعضها مختلفة، دوك ولا اليوم ما عادش مشكل. كنا قبل معناها نتذكر بالكدي اللي جواب باش يوصل مثلا من كندا يقعد أشهر باش يخلط جوي مش واحد يتمين على صغير ولا يتمين على ابوه ولا على امه. نحن توا بسامبل كليك جست كليكي تلقاه فيديو تتفرج فيه ينجم يعيش مع يعيش معاك حتى يعيشك نظام حياته كامله نهار كامل كيفاش قاعد يعدي فيه من خلال التكنولوجيا الحديثه. في الاعياد كيف في المناسبات ما عادش عندنا مشكل نتاع تنقل واكتظاظ في التنقل على خاطر اليوم فما ايفيكتيفمون التكنولوجيا الحديثه اللي تقرب. اللي فما يشكون يقول لك معاه فما يقول شكون لك ضد، يقول لك صحيح التكنولوجيا تقربنا من المسافات ولكن بعدتنا من سله الرحم. راهو مش كيف التواصل فرده المشاعر، راهو اليوم مش كيف ما التواصل المباشر كيف التواصل عن طريق دونك مواقع التواصل الاجتماعي. راني رايك في الموضوع؟ والله هو كيف نجي نشوفه من تكوي ومن تشوي ولا كيف هي يقولوها من التكوي وتحرق هذيك هي يعني كين مانيش باش نستعملوها من الجمش نقولوا مدام نزله في المانيا وانا حاجتي به كيف باش ناخذ طياره ونمشي لالمانيا لازمني نحكي لازم توا حاجتك به في المانيا خليها تمشي لالمانيا وبعد تجي هزني معاك المهم بلاهي لا هي تمشي لا انت تقعد في تونس هكاها ونبقى في تونس حب الوطني بيان سور نموت ونموت ويحيى الوطن اكيد نموت ونموت ويحيى الوطن صحيح باهي حاجتي بها مثال كيفاه باش نعمل باش ناخذ طياره ونبقى شهر باش نوصل لها بكليك صغيره كيف ما قلت انت نوصل لها وكي تجي يعني هذا الجانب الباهي والجانب الخايب انه مثال قديم باش تبقى قل حاجه نشدو التليفون 8 سوايع انا واحده من الناس كيف نبقى في الدار ندخل مثال نص النهار ندور نلقى 8 نتاع الليل وين ندور في التيك توك راهو كيف ما قال محمد بكري الالغوريتم يهبط لك الحاجه اللي انت تحب تراها وانت تحب ترا نقولوا مثال نتاع دبش والا حاجه تراها باش تسرح معاها وتحس حاجه تشبه قصه حب لا ترى الشمس وديما غشيني في اللي في فازتك اي هذه حاجه اخرى واحنا نعرفوا اللي كيفاه التصويره تبين حاجه وكيف يجيبوها لك وتشري تلقاها حاجه اخرى يعني ساعات ترا كاليتي تقول هذا هو هذه هي باش نشري في الاخر تطلع حاجه اخرى كيف ما قال يعني لا يا عم لا يا لا يعين نون رايك في الموضوع انا نحب نقول على العائلات وعلى الام خاصه اللي تبدا ليها مثلا تعمل في حاجه يبدا صغيرها بحذاها يبكي ولا تعطيه تليفون داكو وي خوص تليفون اسكت صحيت ويسرح هو مع التليفون ومن بعد تقول لك هاو مثلا مش مركز فوق عائلته صحيت هاي النتائج نتاعو قاعده تمشي تتدنى تتراجع وهي مش عارفه اللي بيدها عملت كيكه ووصلت صغيرها اصلا باش يوليها كيكه وفما برشا صغار تولي توحد وعزله على الحاجه هذيك تعطيه تليفون انت باش انت تفضى وتعمل حاجه تحب تعملها معناها كسوا قضيه في الدار والا في روحك والا وانت قاعده ظرف صغير وهو باش يكمل كيكه معناها هذا هو هذا هو. دونك نخرجوا استراحه موسيقيه دونك اكيد السيد المخرج محضر لنا موسيقى بينا انتم تسمعوا فينا برقعدوا برونشي على 93 هنا تسويت رجعينا